أشكرك سعادة الرئيس الأديب النجيب سعادة رئيس المجلس المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لقد لاحظت من خلال كلماتي بشكل عام والأحاديث الجانبية التي كانت يتبادلها الزملاء والوزراء أن الأمر ليس بالأهمية، هكذا توصلت إلى هذه القناعة، لكنها الموازنة التي تتعلق بحياة الناس جميعا وتتعلق بالسير المالي للدولة الأردنية. ونحن في هذا المجال أيها الإخوة، قبل أن أتحدث بها يعني ببعض الهمسات التي نقلت إلينا من بعض الناس جميعا عن أوجاعهم وعن همومهم، أريد أن أتوقف عن الدعم الأردني لفلسطين ولغزة، غزة التي تذبح الآن من الوريد إلى الوريد على يد هذا العدو الفاشستي النازي اللئيم. أيها الإخوة جميعا، إن موقف الهاشميين وموقف الأردن ليس وليد ساعة، ولا هو وليد ردات فعل أو تحقيق شعبويات. أيها الإخوة، علينا أن نعود إلى التاريخ. هذا الموقف ترسخ في نفس محمد صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله نبيا وهاديا لهذه الأمة، ووقف في بطحاء مكة أمام قوى الشر والطغيان ليعلن لعمه قائلا: والله يا عم، لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري عن أن أترك هذا الدين ما تركته. هذه العقيدة التي سار عليها ملوك بني هاشم وسار عليها الحسين ابن علي عندما رفض أن يساوم على أرض فلسطين، فكان نتيجة ذلك أن فقد ملكه وفقد حريته. ثم قدم عبد الله الأول حياته رخيصة من أجل فلسطين ودفاعا عن فلسطين بعد أن رفض أن يساوم عليها، وسار كل ملوك بني هاشم. وجاءت المؤامرة الكبرى على فلسطين عندما تم تمرير مشروع وزير الخارجية الأمريكي الذي أمر أن يكون هناك جسما فلسطينيا يعترف بإسرائيل، وكان الاعتراف بإسرائيل، ثم تدافع العالم وأصبحت إسرائيل حقيقة قائمة بعد أن نحوا الأردن في مؤتمر الرباط وفكوا قرار الارتباط ما بين الأردن وفلسطين الذي عارضه الملك حسين رحمة الله عليه. لكن كيسنجر هذا الثعلب الماكر الذي استطاع أن يخدع كل الزعماء العرب ويقنع العالم بفك الارتباط إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لو سار العالم العربي خلف القيادة الهاشمية، خلف الهاشميين، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكننا في كل مواقفنا الأردنية الهاشمية بقيادة ملوك بني هاشم كان دائما النكران، وكان الإتهام بالخيانة والإتهام بالمؤامرة. أيها الإخوة جميعا، هذا موقف ترسخ، هذه عقيدة في نفوس بني هاشم وليست وليدة ردات فعل. أيها الإخوة جميعا، فيما يتعلق بالموازنة، حقيقة نقر أن هذه الموازنة قد جاءت محافظة على الاستقرار المالي. هذا الجهد الكبير الذي بذل من قبل هذه الحكومة ومن قبل معالي وزير المالية يسجل له أن الاستقرار المالي في الدولة الأردنية أصبح ثابتا وأصبح مدرسة يشار إليها، وبالتالي مكن الناس جميعا من أن تحصل على حاجاتهم الأساسية في مختلف الظروف. لكن أيها الإخوة، وهذا يعني الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الأردني ليست وليد الساعة ولا تحمل مسؤولية هذه الحكومة، وإنما هي جاءت من قبل حكومات متعاقبة كانت تقوم بترحيل الأزمات إلى الوزارات المتتالية. لكن هذه الوزارة يسجلها أنها أخذت على عاتقها أنها تتصدى إلى هذه الأزمات الداخلية. الأمر الآخر أن الحكومات المتعاقبة هي التي كانت تدفع برجال الدولة، كانت تحجب الخدمة عن رجالات دولة محترمين وشخصيات وطنية وازنة، وكانت تدفع برجال دولة يمثلوا محور الجهل والفساد والكسل إلى أن يتصدروا المشهد الأول، فأوصلونا من خلال الأوضاع الاقتصادية إلى ما وصلنا إليه الآن التي أصبحت هذه الحكومة تجابه الأوضاع المتكررة. وقد يكون حظ هذه الحكومة سيء جدا أنها جاءت في ظروف كورونا وفي ظروف الحرب الأوكرانية وفي ظروف حرب غزة الآن وما يتم في الخليج العربي. على كل حال أيها الإخوة، أنا أريد أن أهمس إلى بعض الرسائل التي نقلت إلينا من قبل بعض الناس. الأمر الأول اللي هو فيما يتعلق بالفقر والبطالة وانعدام الأفق أمام الشباب وفقدان الأمل. هؤلاء الشباب الذين أصبحت تتقاذفهم مجموعات وأصبحوا يفترشون أكتاف الطرق في المقاهي
ولا يوجد أمل لديهم. كنا نأمل, يعني نأمل من هذه الحكومة أن إيجاد فرص عمل. الناس الآن أيها الأخوة, يعني الشباب الآن عندما نلتقي معهم بيقول لك إحنا ما بدنا أحزاب ولا بدنا أي شيء آخر, بدنا فرصة عمل إحنا تحقق لنا دخل نأكل منه خبز. الآن هذه البطالة اللي أصبحت الآن تهدد المجتمع الأردني بكل أركانه أصبحت خطيرة جدا, ومن أكبر التحديات التي أصبحت تواجه هذا المجتمع الأردني. وبالتالي علينا جميعا نوابا وحكومة أن نبذل قصارى جهدنا من أجل إيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب. أنا أريد أن أتوقف بعض الشيء عن وزارة التربية والتعليم. هذه الوزارة التي يقودها معالي الوزير المحترم وهي جيش ثاني مسلح بالقلم والعلم والمعرفة, هذه الوزارة بحاجة أن تتلقى الدعم الكافي حتى تستطيع أن تقوم بواجباتها. لا يعقل أبدا أن يترك هذا الجيش ضمن إمكانيات متواضعة. المدارس الآن بحاجة إلى دعم, بحاجة إلى صيانة. المدارس الآن تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات فيما يتعلق بالعاملين الإداريين الذين يقومون على تنظيف المدرسة ومتابعتها. وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى دعم, وبحاجة إلى أن جميعا أن نكون إلى جانبها. الأمر الآخر اللي أنا بدي أحكي فيه تثبيت العاملين بالزراعة, بعقود الزراعة. الآن في مجموعات كبيرة من العاملين في الدولة الأردنية بعقود, هؤلاء مضى عليهم سنوات طويلة وهم بحاجة إلى تثبيت. نأمل من الحكومة الكريمة أن تعالج هذا الأمر من خلال مجلس الوزراء, لأن هناك في قرار في مجلس الوزراء يستثني العاملين بالزراعة العاملين بالصناعة. نأمل أن يلقى هذا الأمر اهتمام, سواء كان المقصود في الزراعة ليست في وزارة الزراعة, وإنما في كل مؤسسات الدولة العاملين بالعقود إلى جانب العاملين أيضا فنيين الصناعة. الجامعات الأردنية, جامعات الأردنية وأخص بالذكر جامعة اليرموك, هذه الجامعة فعلا هذه رافد أساسي وحيوي من بناء المجتمع الأردني وبالتالي رفضه بالكفاءات. هذه الجامعة لم تتلقى الدعم الكافي, لم تتلقى الدعم الكافي لكي تقوم بدورها, وهي تعاني من ضائقة مالية. نأمل من الحكومة أن تلتفت إلى الجامعات الحكومية وخاصة جامعة اليرموك حتى تستطيع هذه الجامعة أن تؤدي دورها في خدمة المجتمع المحلي بما يليق بها ويليق بسمعتها وباسمها. أيضا في أمر آخر أنا بدي أتحدث فيه فيما يتعلق في الجامعات الخاصة. عندنا جامعات خاصة طبية, هاي الجامعات الخاصة الطبية تشترط وزارة التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي عليها أن يكون 60% من الطلاب العاملين بها من الأجانب, وبالتالي يعني هذه أصبحت معضلة. وبالتالي أصبحت هذه الجامعات, وخاصة أنا أتحدث عن جامعة العقبة للعلوم الطبية, هذه الجامعة أصبحت الآن يعني ممكن إنها تقدم تنازلات كثيرة للطلاب الأجانب حتى تحقق هذا الشرط. أنا أتمنى على الحكومة الكريمة الآن أن تبحث هذا الشرط وأن تعطي هذه الجامعة فترة سماح على الأقل أن تخرج يعني جيل أو جيلين حتى يستطيع تسويقها محليا وأقليميا وعالميا, وتستطيع أن تتجاوز هذا الشرط مع الإبقاء على هذا على على هذا هذا الشرط. هناك ظروف صعبة جدا حقيقة, لكن إحنا بحاجة من هذه من الحكومة المتابعة والمراقبة. المصانع الموجودة في المدن الصناعية, المصانع الموجودة في المدن الصناعية بحاجة إلى رقابة, إذ لا يعقل أبدا أن يكون مصنع فيه 30,000 عامل, من 30,000 عامل منهم 2,000 عامل أردني والباقي من العمال الأجانب لا يخضعوا لأي رقابة, وإنما يعني بعض الأشخاص المتنفذين اختزلوا الدولة الأردنية بنفوذهم وعلاقاتهم وأصبحوا يؤمنوا الحماية لهذه المصانع. على الوزارة, على الحكومة من خلال أذرعها أن تنتشر, أن تفرض سيطرتها على هذه المصانع. والأمر الأخير, أنا قبل أن أنهي حديثي أريد أن أؤيد ما جاء بكلمة العدالة, وخاصة فيما يتعلق بالحديث الذي كان يتعلق بوزارة الإدارة المحلية ووزيرها الباشا المحترم الذي حقيقة يترك كل أثر طيب من خلال حضوره الكبير على مستوى الساحة الأردنية, وبالإضافة إلى يعني بعض الوزارات جميعا, وأنا لا أستثني أحدا, لأنه كنا نلاحظ في الوزارات السابقة أن الأخلاق تتغير, لكن في هذه الوزارة الأخلاق ثابتة. كانت الأخلاق تتغير من خلال علاقتهم مع مجلس النواب, إذا ما كانوا بحاجة إلى منفعة من مجلس النواب تصبح الابتسامة تعلو وجوههم. هذه الحكومة الثابتة على علاقتها مع مجلس النواب, وهم حقيقة في مجملهم
يعني يقوموا بدورهم حقيقة بكل كفاءة وبكل اقتدار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد حرا عربيا هاشميا مهابا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أشكركم جميعا وبارك الله بكم. السلام. شكرا عليكم. وعليك السلام.